طيب خلينا نروح لمقارنه ما بين همام طارق ومحمد مجدي قفشه. مفترض ان هما الاثنين صناع العاب سواء في النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي. صانع الالعاب هنا وصانع الالعاب هنا. همام طارق 23، الاثنين نفس السن 23 سنه. همام طارق لعب 8 مشاركات ب 720 دقيقه، احرز هدف وصنع هدف في الثمان مشاركات. محمد مجدي قفشه لعب 6 مشاركات ب 495 دقيقه، احرز هدف، صنع هدفين، تسبب في ركلة جزاء، يعني مساهم في 4 اهداف، اما همام طارق مساهم في هدفين، مع الاعتبار ان همام طارق لعب اكتر من قفشه مباراتين. تمام. نروح ايضا لمقارنه ما بين بيكيتي وجونيور اجاي. بيكيتي من غينيا بيساو وجونيور اجاي من نيجيريا، دول الافريقي هنا والافريقي هنا. 26 سنه بيكيتي، جونيور اجاي 23 سنه. بيكيتي لعب 5 مشاركات الموسم ده، ما سجلش وما صنعش ولا هدف حتى الان. اما جونيور اجاي لعب 6 مشاركات ب 422 دقيقه، مسجل هدفين حتى الان مع النادي الاهلي في الدوري. دي الافريقي هنا والافريقي هنا. طيب خلينا بقى نروح لمقارنه ما بين حسين الشحات وعبد الرحمن مجدي. طبعا عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الاولمبي، رقم اللاعب 19، حسين الشحات رقم 14. السن حسين الشحات 27 سنه، عبد الرحمن مجدي 22 سنه. عدد المشاركات الموسم ده لحسين الشحات 6 مشاركات ب 436 دقيقة، أحرز 3 أهداف وصنع هدفين، يعني حسين الشحات مساهم في 5 أهداف. أما عبد الرحمن مجدي 8 مشاركات ب 653 دقيقة، صنع هدفين، يعني مساهم في هدفين. عبد الرحمن مجدي مساهم في هدفين مع النادي الإسماعيلي ب2 أسيست اللي هم كانوا في آخر 3 مباريات، وحسين الشحات مساهم في 5 أهداف مع النادي الأهلي. ده يمكن مقارنة يعتبر ما بين الجناح اليمين هنا والجناح اليمين هنا. خلينا نروح لعمرو السولية ودونجا نشوف برضو اللاعب الوسط هنا. طبعا عمرو السولية بيغيب عن المباراه، اليو ديانج هو اللي بيحل، ولكن عمرو السولية لعب 6 مشاركات، هو كان الاساسي، اللاعب الاساسي في النادي الاهلي في الست مباريات اللي فاتوا، احرز هدف وصنع هدف. اما دونجا لعب 8 مباريات الموسم ده 691 دقيقه، ما سجلش ولا هدف وما صنعش ولا هدف. يمكن مقارنه بين اللاعب الارتكاز هنا واللاعب الارتكاز هنا. اثنين حراس مرمى سواء محمد الشناوي، ودي اخر مقارنه معانا. محمد الشناوي، محمد مجدي، محمد الشناوي 30 سنه، محمد مجدي 24 سنه. عدد المشاركات الاثنين لعبوا 6 مشاركات. محمد مجدي ما لعبش اول مباراتين مع النادي الاسماعيلي، حافظ على نظافه شباكه، كلين شيت عند الشناوي 5، محمد مجدي 4 كلين شيت. استقبلت شباكه اهداف، محمد الشناوي دخل شباكه هدف واحد بس، محمد مجدي استقبل 4 أهداف في 6 مشاركات.